بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله أخواني متابعين مشتل القرية. اليوم حبينا نوضح لكم طريقة تحليل السماد العضوي، وطريقة كل سهلة تكون تجيب سماد عضوي متحلل عمره حايل سنتين وتشتغله بطريقة العلمية والصحيحة حتى يتحلل بصورة ممتازة، لأن تعرفون عند أهل الحلال يعني التحلل عندهم فقط يعني يقول لك قديم، بس ما متحلل بصورة صحيحة ومتخلص من الحشائش والآفات اللي داخل هذا السماد. هذا السماد إذا تستخدمه الأغلب النباتات ما راح تتأثر، يعني أكو نباتات تقاوم النيماتودا، أكو نباتات تقاوم الفطريات، بس إحنا حتى تكون التربة معقمة والسماد عضوي ممتاز تشتغل هاي الخطوات. أول شيء تجيبه عمره حايل سنة أو سنتين، بعدها تفرشة على أرض تكون مصبوبة نظيفة وتخلي السماد. من تخلي السماد ترشه بالنيتروجين أو اليوريا، نموضح قدامكم الحمل الستوتة اللي معروفة عندنا ستوتة مثل هذا الحمل، تخلي لها تقريبا كيلو يوريا، يوريا كيلو كلش كافي، تقلبها السماد بصورة صحيحة، بعدها ترشها بالمي مو تفيض لا بس بخ مجرد ترطيب السماد. من بعدها تفرش النايلون، النايلون ضروري حتى، وهذا العمل هالطريقة يفضل بالصيف حتى التحلل ويعطيك وقت يعني كافي للتحلل العنصر السماد العضوي العفو تحلل بصورة صحيحة. أما الآن راح يعطيك نسبة قليلة وأنت مستعجل، خصوصا هسه إحنا بشهر الواحد والتسميد 20 بشهر الواحد أو نهاية الواحد يوم 1/2، يعني شهر واحد مو أكثر، هو قديم ونحلله شهر يعني إن شاء الله يكون كافي، بس أنا أفضل بالصيف. وتفتح النايلون كل 7 أيام، شوف إذا محتاج رشة مي ترشه وتقلبه وترجع النايلون كل أسبوع لحد ما تستخدمه إن شاء الله، ويكون السماد ممتاز لا يحرق ولا يسوي فطريات ولا نيماتودا. وحتى شلون تعرفه تحلل بعد ما بيريحة، حاليا هذا ما بيأي ريحة، السماد متحلل، بس احنا للأمان يعني للأمان لازم تشتغله بالطرق العلمية والصحيحة. تحياتي والسلام للجميع، مع السلامة.